والهدف الأول والرئيسي والأساسي هو زيارة الرفيق ناصر وفضيلة المطربين عن الطعام مع زيارة جميع الرفاق المطربين عن الطعام. مريم إبراهيم، إدارة المرأة في الرقة. نبي مريم إبراهيم، جي ريفيبريا مجلس جن يا رقاي. الهدف من زيارتنا لإقليم كردستان زيارة الرفيق ناصر والرفيقة فضيلة المضربين عن الطعام والرفاق المضربين عن الطعام في السليمانية. أرمانجا هاتنا ما زيارة كرنا ما بو باشوري كرسان يكمين زيارة كرنا ناصر ياغز وفضيلة وحمو تشالاكبانين كود غريفا برتشيبونيدن. قمنا أيضا بزيارة بعض الاتحادات مثل منظمة الأخوات المسلمات، زرنا الاتحاد النسائي لإقليم كردستان، زرنا متاحف أثرية تعبر عن مجزرة حلبشة، وزرنا أيضا اليوم منظمة المرأة الحرة. زيارتي كو هاتن كرن يك خشكاني إسلامي سربيا قرتو يدن أمن سورة كجين أسرية تاريخي ده همان دميدا چوندنا ما زيارتنا ما بو حلب چاچيبو و إيروجي هفديتنا ما برجاكرا رخراوي جناني آزادي كرسان. كما قمنا بالحدث الأهم تاريخيا بتاريخ المرأة العربية وهو إحياء عيد النوروز في جبال قنديل مع طبعا المكون الكردي، ولأول مرة بتاريخ الحياة المرأة العربية تأتي إلى العراق بصفة تمثل بها جميع النساء العربيات. تشهري مهم ويديرو كي زيارة ماكو جارة تشيبو أم بجداري نوروز بون جكو جارة يكامين جنين عرب ين سوريا دي تاريخ دي تشكيوصا تشينا بويا حمي مكونات عرب وآسور وكرد بهفرة جاجن بيروس بكن أم لقنديل آمدا بجدار بون. طبعا كان وجودنا بجبال قنديل هو يوم أمس من الأحداث التاريخية المميزة بتاريخنا، وأكثر ما أسعدنا وأسرنا استقبال الأهالي والشعب لنا كنساء عربيات، شعورنا بالسعادة لا يوصف. هستي كو أمبيجن بيدا ويبون جي كيف خوشيه كو همو جنين عرب ين باكوري سوري هاتنا مي قنديلي هستكي بر جدابو يعني هستكي وصم رو نكاري فينا سابكي. طبعا هذا الحدث إن كان يدل لا يدل إلا على انتصار المرأة في روج آفا، وهذا يدل على أن ثورتنا ثورة إيجابية. سنتابع المسير، سنستمد القوة من جبال قنديل ومن شعب إقليم كردستان الذي عانى ما عانيناه سابقا. أوجي فادقاريكو سر أصطى باندورا جنا كرد لسر الشورشة وبالشورشة يعني كو هاتنا ور يعني ور حيا موچندنا قنديلة جدابو أوجي بخارا دسكفتين كو هاتنا قرتن أنجام ذكري. نشكر جميع شعب إقليم كردستان لاستقباله الرائع. زيارتنا كانت إيجابية وإيجابية جدا. سننقل إلى أرض وطننا ما هي المعاناة التي عاناها الشعب الكردستاني في زمان القمع، زمان الدكتاتورية، زمان الظلم والاستبداد، بما رأيناه في المتاحف الأثرية والأماكن الثقافية. هاتنا مي باشور كو باشور كرسان ام پیش وزي كرن بگرماهي اكي پر اريني بو افجي كو ام وگرن جي خوا ام ويتشي همو راسيا كو هاتي جيان كرن ام راقينن تشي كو بگل بسر گل باشور دا هاتيا بسر حلف جات طيبت و بگشي سر گل باشور دا ام وار راسيا ووينه ان كو لفر مديتنا ام وار راسيا جي لروجاوان دا باكوري سوري دا. باسمي واسم جميع شعب روج آفا نشكر مرة أخرى شعب إقليم كردستان على هذا الاستقبال الرائع، ونتمنى تعزيز العلاقات ما بين روج آفا وكردستان في الأيام المقبلة، وشكرا لكم.
دبي ام قال لك سباسيا خدكم بنافي جنين روجاوي كرسان وبنافي قشتي يي جنين عرب هاتنا ما يفركو بيشوا ذكرنا ما ام قال لك سباس تكن كو علاقات بنامبري باشوري كرسان وروجاوي كرسان ان ذا استكي هين بيش كاتيتر دا وهين جويدا ما بيش بلند بي استوي زهر الحمادة إدارية المرأة في منطقة الطبقة. زهرة الحمادة ريفبريا جن للطبقة. طبعا نحن جينا كنساء منطقة الفرات لزيارة منطقة العراق منطقة السلمانية. حبينا الاستقبال اللي استقبلونا به أصحابنا المنطقة. زرنا المراكز الموجودة وكان هدفنا الأساسي من الزيارة هي زيارة الرفيق ناصر والرفيقة فضيلة المطربين عن الطعام. دبي جن كل باكوري ورجلات سوريا كو هاتنا ما جبوي باشوري كرسان بتايبت زيارة دسبكي هفال ناصر وفضيلة ام هاتن وان زيارة بكن وبقشتيجي ديتنا ما جبوي باشور بوي اقليم كرسان. طبعا عجبنا بفرحة الرفيق ناصر اول ما شافنا اول ما دخلنا اللي عنده على الغرفة يعني كانت فرحة كبيرة له أنه نساء عربيات يجن يزورن المنطقة هاي. الرفيقة فضيلة استقبالها أنه حيل كان كويس. بالبداية شفناها بحفلة نيروز فقالت أنا يوم شفت نساء عربيات أول مرة بحياتي زغرت فهالشي هذا دخل الفرحة لقلوبنا. دبي دسبيكو كو امتشين قال هبال ناصر وكاتنا ما يوي قال غرفة وقال كيف خوشي يا خو هستي خو جدا عني زمان كو جنين عرب دا أصابا كوري سوري دا هاتي ام زيارت كرنا هستي وي پر جدا بون و پر كيف خوشو و بتايبت هبال فضيلة جي هروسا دما هبال فضيلة لنوروزا مخمور دا حاضر بون ويجي قدار كو در كاتن سر دكي لوا داري هبال فضيلة قوت تجاري حياة خدا جيانا خدا من تليلينا كريا من سيجارة جبوي فاجنا من تليلي كر. طبعا نحن نشكر القائد عبد الله أوجلان اللي حرر المرأة واللي ساعدنا اللي أعطى للمرأة دور أهمية كبيرة واللي نحن بفضله حاليا موجودين بالمنطقة. دبيجي أم برس باسيا خوش بوي ريبر أبو تينن عبد الله أوجلان جبركو رولكي تايبت ونمكي يعني جرينجي دا برزقار كرنا وأزادية الجن دبيكو أوجي دليلكو هاتنا ماي حياة باشوري كرساني بخا سركفتنكك و يعني ريبر أبو بر جراني وجرينجي كي هري مزن دايكو أوجي دليلكو هاتنا ماي باشوري كرساني. شهرزاد الجاسم إدارية المرأة في دير الزور. شهرزاد الجاسم ريفبريا جن لدير الزور. طبعا هدفنا من زيارة الإقليم كردستان العراق هو زيارة الرفيق ناصر والرفيقة فضيلة والجميع الرفاق المضربين عن الطعام في السلمانية. ونحن سعيدين بهذه الزيارة لأنه قام نمتد القوة منهم وكان شعور جميل جدا لما كان اللقاء بين الرفيق ناصر والرفيقة فضيلة. حسينا شقدهم ومبسوطين بزيارتنا لهم وكانوا يعني سعيدين بهذه الزيارة. يعني أرمان جا زيارة ما دسبيكة زيارة كرنا هولا ناصر هولا فضيلة وحميد شالك بانين كو كتن نقول فبرتيبونه دبي زيارة ما جبوي وانا كيف خشيك قال لك مزن داب وانا ودهمان دميدا مهيزك وقوتك بر مزن جوانا قرت. كما كانت زيارتنا للنساء الإسلاميات وكانت زيارة جدا رائعة وكان استقبال رائع جدا من قبل النساء الإسلاميات وكان صلب النقاش رائع وكيفية العمل والعمل في شمال شرق سوريا والعمل في كردستان العراق. زيارة كرنا ما جبوي جنين خشكاني إسلامي إبسر يا قرتو دبي بيش وازي كرنا وان جبوي ما قال لكي باش بو بر كيف خاش بون هفديتنا ما جيل سر أساسي روشة باكور ورجلات سوريا دا آلية جن دا مراقان كو خباتي عمد كجان آلية دا ماشينين قشتي كجان آستي باري اونها ودهمان دمي دا وان جي خباتي خواه بگیشتی مدان آسین او جی که نرینین که جدا جدا هاتن داین او جی پر باشم. كانت زيارتنا لمنظمة أرجاك كانت رائعة وكانت جميلة جدا
وإحنا فرحين بهذه الزيارات اللي طبعا قمنا فيها في جميع أنحاء كردستان العراق. دبي زيارات كرنا ما جبوي رجاك جي دبي بربر باشبو زيدا باشبو دبي أوجي يعني زيارتك كو أنجامك يعني باش هات قرتن أوجي بوي كيف خاشبون دهمن دجبوي روشة قشتي يا باشور هات راك هاندن وانا جي جبوي وانا تشتكي نوبو بينا بيسون أوجي جباركو معلومات يعني هاتن قرتن دو آليدا. طبعا من خلال هذه الزيارة طلعنا على مدى جمال هذه المناطق الخلابة. طبعا احنا مبسوطين وسعيدين ونتمنى تكون الزيارة اكثر ايام، وطبعا بس نرجع على شمال شرق سوريا راح ننقل هذه الصورة الرائعة الجميلة، كون بلادنا صحراوية لا يوجد فيها هذا الجمال الطبيعي. دبجل كلك وها هديتن وزيارتك وهاتن كرن تشندنا ماجي ايرو ام غاريان دالي جغرافيا ور بر خوشك بر باشه دبج بركو جيكو متي دو جيان كريه منطقه كي بر ديز الصحراء دبي اما ور يعني فرق جدا بونا ور ور فر جهر دي جدايه دي ساجيد بي ام قالكي كيف خوشون. واخيرا اوجه رساله لجميع النساء في شمال شرق سوريا ونساء كردستان العراق، وأقول لهم أن نكون يدا بيد لنتخلص من السلطة العبودية الحاكمة. دبي مساجة مه جبوي جنين باكور ورجلات السورية كو همو دست بدن هف مل بدن هف ده أم يعني يكتيا خبدن أفكرن وأم مساجة خوصة يعني سر أساسي يكتيا همو جنان وري تشيكرن أثر على المجتمع وعليهم السياسة اللي مشيت هون كتير صعب، صعب كتير. شو رأيك بالمجتمع العراقي اللي بتول اليوسف لجنة المرأة بالمجلس المدني بدير الزور. بتول اليوسف مجلس الجن يا دير الزور. هدف الزيارة لإقليم كردستان هو التعارف على أقليم كردستان وزيارة الرفيق ناصر والرفيقة فضيلة والرفاق المضربين على الطعام، ومنهم نستبدل القوة. دبي أرمانجا زيارت كرنا ما بوي باشور ناس كرنا باشور وزيارت كرنا هوالي ناصر وفضيلة وما بوي أم هز قوات الشبقرن جبوي مهات. ونتشكر الشعب كردستان العراق على استقباله العظيم لنا. دبي قال لي باشور سباسكن كوب ونام بيشوازي كرن هنا الخلف هي الرئاسية مجلس الرقة المدني بمحافظة الرقة. هناء الخلف هف ساروكا مجلس جن للرقاي. الهدف الأول والأخير يعني زيارتنا للرفيق ناصر والرفيقة فضيلة والرفاق المضربين عن الطعام في إقليم في سليمانية، منهم استمدنا القوة، استمدنا الإرادة بأمعاهم الخاوية، عندهم هذه الإرادة اللي قدروا فيها خلال أشهر يتحملون الجوع ويوصلوا رسالة للعالم بفك الحصار عن القاعد وعن حرية الجميع. نبجي هدفه مية كمين يا داوية زيارة كرنا هفالي ناصر فضيلة وحمي تشالكوانان دبي ما هيزا كي برمزن جوانا قرت ولسر تجريد كرنا لسر برقاب وريش كاندن بروجان بمهان خبرسي كرن جبوي وارمانجي دبي ما جي هيزا كي مزن جوانا قرت. قمنا بالزيارة إلى المعدة منظمات، يعني من خلال كل لقاء نقوم نستمد منهم إرادة ونشوف طبيعة عملهم بيننا، نقارن بين العمل هنا والعمل في روجافا، ونأخذ الأفكار من أعمال المرأة هنا ونعطيها في روجافا ويكون العمل بيد واحدة. دبي ما قال لك الريخراو وجن ما زيارت كرن دبي ما طبيعتك هاري وان تشاو بريفا ديتشي هنك فكرة اللي قال ما هات كرن ده من دمي ده ام تشاو فا فكرة جيكو ام بتشن ام لوا داريجي راق هينك وبكاربن طبيعت كاري ما يعني ده هردو آليا ده فكر هات كرن وام بكاربن كاري خوا تشاو بدن مشان جوي بيشاروجي. ونحن راح نحاول نتمنى ان متابعه هذه اللقاءات تكون متبادله من نحن من روجافا القدوم لكردستان، ومنظمات في موجوده في كردستان تزور روجافا.
دبي ام بهيفينا وهيفيا ما هي اف هفديتن وزياره كرن ورن بردوام كرن ودهمان دمدا يي فيرجي ورن قلمه لباشوري كرسان شانداي انجنا او جي ورن زياره تماك يي باشوي. واخيرا زياره اللي قمنا فيه العيد نيروز في جبال قنديل، الحلم الكبير اللي نحلم فيه انا وجميع النساء في العالم العربي المكون العربي، يعني اول مره نحضر عيد نوروز مع المكون الكردي. دبي خيال مي اساسي وك خونا كيبو ام تشين جاي قندي ما زيارتك جبوي نوروز دبي وجبوي ما خونا كي برمزنبو هم جبوي من هم جبوي همو جنن عرب وجرا كمين ام ججنا نوروز بيروسكن. واملي انه النساء من اقليم كردستان يقوموا بالزياره لشمال سوريا اللي يعني يشوفوا الفرق بين أيام القديمة وأيام بعد قدوم الفكرة الأمة الديمقراطية، فكرة القائد عبد الله وجلان، شلون المرأة صار عندها هالقوة. وأكبر مثال إنه المرأة عربية الآن على أرض كردستان العراق لأول مرة. يعني دبيكو هذي ما هيكو شاندين كو جنين باشوري كرسان ورن سردانا ما برد چا استيدا كو جنا عرب برد چابو ونها چاوايا نامبرا كولاتيا كو جن جيان دكر ونها جي بفكر ريبر ابو نتاوى ديمقراطيك جن كو هرتنين كو دانا آوا كرن كو ام وراسين كو هنا بدن ناسين. نفس سعدنا تماما بالأوروبيات منضمين لل